بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بحضوركم المبهج. كشجرة مباركة من أجل المودة والرحمة والتعايش والتسامح فيما بيننا ومن هويتنا المغربية شمالا شرقا غربا جنوبا. فشكرا كثيرا للأطر والأساتذة الذي ينطق بلسانهم. فاللسان الذي ينطق من أجل الصواب والدوام وينوب عن القلم. فهذا الموضوع هو جد هام للمجتمع ككل وللرأي العام ككل. فمفهوم الجمعية هو مفهوم الجمعية بدوره هو عامل أساسي للمجتمع. فالجمعية هو روح التطور للخدمات المجانية في جميع المجالات الاجتماعية الثقافية والفنية كذلك من أجل المساعدات الإنسانية. فشكر لكم دائما موصول بهذا اللقاء التواصلي بهذه الندوة الوازنة والمتميزة لجميع الفعاليات المجتمع المدني رجالا نساء وذكورا وشبابا. فأتمنى الشكر كذلك للدكاترة والأساتذة والأطر وكل الفاعلين النسائيين. وشكرا لكم دائما. شكرا جزيلا على مداخلتكم. نعطي الكلمة للأستاذ حسن ليتفضل. مشكور المرجو إن كانت هناك أسئلة. أستاذ حسن، أستاذ حميد.